كلكم باسمه ووصفه الجميل بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لأحد دواعي سرورنا ويشرفنا في هذا الصباح الطيب المشاركة بمثل هذه اللحظات المهمة وهي انطلاق النشاط المدرسي في ختام العام الدراسي. فباسم وزارة التربية والتعليم نحيي حقيقة كل المواهب الطلابية الموجودين معنا اليوم والذين شاركوا بإسهاماتهم لهذا الفتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على الجميع. يومكم طيب مبارك. بارك الله فيكم على حضوركم بمشاركة إدارة النشاط في وزارة التربية والتعليم هذا الحدث العظيم. عبد القادر العبيدي منسق المنطقة الشرقية بالنشاط المدرسي. تعلمون جيدا بأن النشاط المدرسي هو أساس العملية التعليمية، والنشاط المدرسي بدون إمكانيات لا تقوم برامج الخطة العامة للنشاط المدرسي، والنشاط المدرسي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. اليوم كان في افتتاح للمعرض الفنون التشكيلية، المعرض العام والمكتبات. مشاركتنا نحن كمنطقة شرقية بالمكتبات والفنون التشكيلية وحصولنا على تراتيب متقدمة خاصة في الفنون التشكيلية درنة والمكتبات بلدية المرج. نتمنى من وزارة التعليم دعم النشاط المدرسي بكافة الإمكانيات، وكذلك رئاسة الوزراء الاهتمام بالنشاط المدرسي وتقديم كل المواد والمعدات والآلات للتلاميذ والطلاب بجميع المراحل. فالنشاط المدرسي يحتاج إلى وقفة جادة من وزارة التعليم بصفة خاصة بصفة عامة ومن الدولة بصفة عامة. ونقول السنة هذه كبداية وهو برنامج بسيط جدا، نتمنى في المستقبل يكون هناك دعم كبير لجميع المناشط وإبراز المواهب للمجتمع بإذن الله تعالى. المعرض اللي هو متواجدين فيه في هذا الصباح هو معرض تحت شعار النشاط يجمعنا. هذا المعرض حقيقة يعني جاء بترتيبات من قبل وزارة التربية والتعليم وإدارة النشاط التابعة للوزارة، واللي ترتب عليه العديد من الاجتماعات حقيقة عقدت في جميع مناطق ليبيا، وتم تشكيل لجان لفرز المواهب في كل مراقبة في ليبيا. طبعا يعني لا شك أن المواهب الليبية حقيقة يعني تثلج الصدر حقيقة، والعدد يعني كبير جدا جدا، وتم فرز حوالي 600 متسابق على مستوى ليبيا ومشاركته في المعرض لهذا اليوم بمختلف المناشط. طبعا هذا كله ياتي طبعا يعني
انطلق هذا المعرض راهو بصعوبة نظرا للتعثر وقلة الإمكانيات، إلا أن حقيقة كوزارة التربية والتعليم أولينا الاهتمام بالنشاط وبإدارة النشاط بحيث أن يكون يعني تسليط الضوء على المواهب الطلابية اللي من شأنها هي يعني تبث فينا الوطنية والهوية الليبية وأيضا تبعث الأمل لدى طلابنا. من خلال نحن الجولة اللي قمنا بها اليوم من خلال الرسومات كلها حقيقة الرسومات تفاعلية كلها ورسومات مفرحة للطلاب، يعني وهذا دل على شيء يدل لك عن جانب يعني جانب مضيء لدى الطلاب وجانب مفرح في ظل هذا الوضع السائد اللي هو يعني سائد ليبيا بشكل عام، وأكيد ألقى بالذل على العملية التعليمية وعلى طلابنا من الناحية النفسية، إلا أن حقيقة من خلال اطلاعنا وجدنا هناك يعني طريق مضيئة وشمعة مضيئة عند الطلاب بهذه الرسومات اللي هي رسومات الربيع، رسومات الأزهار، رسومات الورد، رسومات الأنهار. هذا يدل على حبهم للوطن وأملهم بإذن الله تعالى أن يكون الوطن مستقر وسالم ومنطلق بحلة جديدة.